طيب تعالي بقى نبتدي يعني موضوع حلقتنا النهارده او كلامنا في حلقتنا النهارده كالعاده عن النادي الاهلي. وخلاص احنا بنقرب كل يوم والتاني من انطلاق المنافسات اللي هتبتدي ان شاء الله قريبا جدا، واللي هنبدا بيها الموسم اللي بالمناسبه هتكون اجندته مكلبظه قد كده، هتكون مزدحمه جدا بالبطولات. وكانه قدر لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي عبر الازمنه كلها، ده دايما الضغط اللي لعيبه النادي الاهلي بيضطروا ان هم يخوضوا فيه، وفي نهايه المطاف عاده بيفرحونا وبيشرفونا. المهم يعني هيكون عندنا موسم قوي جدا ان شاء الله، وطبعا انتوا عارفين بقى كمان في كتير من لعيبتنا هيكون عندهم ارتباطات دوليه مع منتخب مصر، وطبعا مع معسكر بطوله كاس الامم الافريقيه المرتقبه مع بدايه العام المقبل ان شاء الله، وبالمناسبه هتتلعب في كوت ديفوار. يعني اللعيبه الدوليه بصفه خاصه يعني كان الله في عونهم، يعني محتاجين طبعا شويه تنظيم بقى، عشان بنرجع كل مره نقول ان ضغط المباريات وعدم التنسيق بيخلي اللعيبه برضو بشكل مستمر عرضه للاصابه. فاكره انت قعدنا فتره طويله تحسيها ايه عنايه مركزه، دي حقيقه تحديدا النادي الاهلي الحقيقه فعلا ضغط المباريات الفتره الماضيه، وكمان يمكن زي ما انت قلت امبارح يا كريم، واتكلمنا عن الخطاب اللي تم توجيهه طبعا لاتحاد الكره بخصوص راحه اللاعبين الدوليين علشان ما يكونش فيه التحامات وما يكونش فيه اصابات خلال يعني معسكر المنتخب. خلينا بقى نتكلم دلوقتي عن النادي الاهلي وجمهوره وجهازه الفني. اكيد بيترقب قرعه دوري السوبر الافريقي اللي غالبا هتكون في بدايه الشهر القادم، يعني خلاص كمان ايام في بدايه شهر سبتمبر المقبل. وعارفين البطوله دي هتبدا في الفتره من 20 اكتوبر لحد 10 نوفمبر، يعني هتكون تحديدا بعد انطلاق بطوله الدوري باسابيع قليله جدا. يمكن بس خليني افكر الجمهور ببطوله دوري السوبر الافريقي اللي جوائزه تم اعلان، واضح جدا البطولة طبعا من النسخة الأولى هتاخد اهتمام إعلامي وجماهيري كبير جدا، لأن كمان الأندية الثمانية اللي هيشاركوا فيها معظمهم حقق اللقب الإفريقي. طبعا عايزين نقول إن الأهلي جه في التصنيف الأول مع أندية الترجي التونسي وسان داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي، هيبقى عنده طبعا مواجهة محتملة مع أندية سيمبا التنزاني وأنيمبا النيجيري ومازيمبي كمان الكونغولي وباتريو أتلتيكو الأنجولي في الدور ربع النهائي اللي هيتلعب بنظام خروج المغلوب، بعده طبعا الدور نصف النهائي وبعد كده بقى النهائي، وإن شاء الله يكون لينا الحظ الأوفر في التتويج بأول لقب وأول نسخة لدوري السوبر الإفريقي. تبقى حلوة قوي، تبقى استهلالة، مفيش أحلى من كده. الموسم جديد إن شاء الله.